من برنامج شهري في صحافة الشأن العام نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي في حلقتنا الخامسة نهار لحد 21 نوفمبر 2021، باش نشوف وضعية مستوصف الجرسين بقبلي ومتابعة لأسباب تأخر الانطلاق في بناء المستوصف الجديد، باش نحكو كذلك على الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز ومدى جاهزية البنية التحتية لمدينة دوز لاستقبال المهرجان. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق وجد حويتة ورانيا بن نور. تسمعونا على 100.9 ولا على صفحة الويب راديو نفزاوة .net. تنجموا زادة تابعوا لايف على صفحة مبادرة مناظرة في برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا موعدكم الشهري اللي يجي في إطار برنامجكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي الإعلام الجمعيتي. إذاعة نفزاوة هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا اللي هم ليسا اف ام، مندرا اف ام، دريم اف ام، وسليوم اف ام. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نص النهار للماضي ساعة، لكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. أبقوا معنا. اليوم مواضيعنا باش تكون إن شاء الله شيقة ومهمة ياسر للولاية كما العادة. صبرة، كنت تعطينا أكثر تفاصيل على مواضيعنا اليوم. صحيح وجدي، كالعادة مواضيعنا باش تكون مهمة، إذ تعتبر من سنين السياحة الصحراوية من أهم مميزات الجهة متاعنا وخاصة في معتمدية دوز. هذاك علاش اخترنا باش نحكو على المهرجان الدولي للصحراء بدوز بعد انقطاع في دورته 53، وباش نشوفوا مدى جاهزية البنية التحتية لاستقبال المهرجان، وباش يكون حاضر معنا رئيس بلدية دوز سي بلقاسم بن حامد. أما قبل يا رانيا وجدي باش نحكو على موضوع الصحة، وما أدراك ما موضوع الصحة في ولاية كانت ولازالت تعاني من التهميش الصحي، فباش نتحدثوا على الحالة الحرجة المستوصف في الجرسين، وباش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للصحة بقبلي سي سمير مرزوق. راني أعطينا أكثر تفاصيل صديقتي عن الموضوع. يا صبرة، موضوعنا هذا يهم بالأخص أهالي منطقة الجرسين اللي طرحناه الحلقة السابقة، وتعذر حضور ضيفنا للأسف، لكن كما وعدناكم باش نعاود نتناقش فيه ونركزوا على أكثر تفاصيل للوضعية بين القديم وتو. سي سمير مرزوق المدير الجهوي للصحة، عالسلامة ومرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. سي سمير مازال في الجانب التقني لحظات ويكون حاضر معنا، اذا ننتظروا حضوره، ننتظروا شويه حضور. هو مشكور على أكيد. على المتابعه وحب يتدخل ويعطي اكثر تفاصيل وتوضيح. المره اللي فاتت تعذر، ونعرفوا زاد اليوم راهو سي سمير اليوم عندنا التلقيح اليوم المفتوح، اليوم مفتوح للتلقيح اليوم، لكن حاول كيفاش ياخذ من وقته. يعطي هو اليوم راهو معنا معبي، وحاول كيفاش ياخذ من وقته باش يعطينا اكثر تفاصيل وتوضيح على المشكله هذه. اذا وجدي في انتظار انه يحضر معنا، خلينا نزيدوا نوضحوا للمستمعين متاعنا. اليوم الوضعيه متاع مستوصف الجرسين تهم كل من مواطن في المنطقه هذيك ويستنى فيها ديجا الحلقه اللي فاتت، غير الغالب كما قلنا. هذاك علاش اليوم نعاودوا نتناقشوا في الموضوع، نستنوا ضيفنا اللي يحضر معنا. ايه نستنوا ضيفنا، وان شاء الله تو لحظات ويكون حاضر معنا سي سمير في التليفون. معنا بران في لحظات ويكون حاضر معنا سي سمير. هي المشكله راهي متشعبه شوي، وحاول هو يعطي اكثر توضيح عليها. مشينا زاد خرجنا وسالنا العباد، وحاضر معنا ان شاء الله تسمعوا تصاريح العباد اش حكت على الموضوع هذا. هي مشكله الصحه هذه من مشكله ولايه كامله. حاضر معنا سي سمير. سي سمير مرحبا بك. مرحبا. عسلامة سي سمير، شكرا على قبول الدعوة. وتو تنقلنا نحب نقول لك للجرسين، وسمعنا آراء المواطنين وفي الإطار هذا يعني باش يحكونا على مواقفهم. خليك معنا تسمح نسمعوهم ونرجعوا. عايشك. مستوصف الجرسين تقر إلى حتى اسم مستوصف، فهو غير ينتمي إلى الصحة، إلى وزارة الصحة بأكمله، فهو منزل على وجه الكراء ويفتقر إلى أبسط ضروريات الطبية. عمل حسابك وأنك باش تقطع مسافة 30 كيلومتر ذهابا و 30 كيلومتر إيابا لجلب الدواء، لأن مباشرة الطبيب يقول لك ليس لدينا دواء، هاي ورقة برا جيب الدواء. بالتالي يتوجه الإنسان مباشرة إلى قبلي أو دوز. أول حاجة ما عندناش مستوصف،
كان عندنا مستوصف خرب معناها قريب يطيح، كرو دار تو عندهم جيعامين تو كارين دار عاملينها مستوصف، فنستنوا معناها انا باش عامين وهم تو كارين دار. الدويات المفروض اللي تكون فيه ما فمش، خاصة دواء الدم وكل شيء معناها جرسين دي محقورة، هي فيلا، فيلا فيها صالة فيها وحدة صحية فيها بيت نوم بين عليها عندهم تاع الطبيب شومبر اخرى يعطي فيها الدواء. يغيظك اكثر انها ولا كانوا مرتين في الجمعة ولا مرة واحدة، نهار الاثنين بركة يعدي الطبيب قبل كان الاثنين وخميس ولا الاثنين بركة. بلا نحب نتوجه بسؤال للمسؤولين، معناها الوقتاش في جرسين باش نبقوا كارين دار مواطن عاملينها مستوصف في بالنا الحكاية باش تبقى عام كان طولت معناها تبني سبيطار اخر ولا عامين اللي يظهر لي باش تبقى على طول معناها الحكايه. ضرنا احنا شباب جرسين لا نحرقوا عجل لا نسكروا الطريق لا نعملوا حاجه ما لا نكسروا لا نعملوا شيء خاطرنا سكر. احنا في جرسين تو ما جانا حتى مسؤول عطانا حتى مجرد وعود معنا باش يبنيكم سبيطار، علاش؟ على خاطر ما ثمش حتى بوادر اشغال جايه في المستقبل. نداء للسيد والي قبلي والسيد المعتمد قبلي جنوبيه والسيد مدير جهوي للصحه والسيد رئيس بلديه بشلي وبلدات جرسين، التفتوا لقريه جرسين ارحم والديكم، رانا رجعنا لتال ياسر، راه كان عندنا مستوصف كنا باش نطالبوا فيه بالزياده، كنا باش نطالبوا باش يكون فيه العيادات يوميه، كنا باش نطالبوا يكون فيه قاعات انتظار لائقه، كنا باش نطالبوا توفير الادويه، كنا زاده باش نطالبوا باش يكون عندهم امبولانس توصل المريض في حاله استعجاليه لقبلي، مستشفى جهوي بقبلي يبعد علينا اقل شيء 30 كيلومتر. سي سمير مرحبا بك مره اخرى، رجعنا نتصور تشكيات ونداءات العباد كانت واضحه سي سمير. مع العلم اللي نعرف المستوصف هذا قديم وفي انتظار الجديد، هات نحكوا ساعة على المستوصف القديم ومدة مطابقته للجودة الطبية للمرضى، زاد النداء واضح من المواطنين، شنو تعليقك على ذلك السامي؟ بالنسبة للمستوصف الجرسين هو من سنة 2017 تمت معاينته من إدارة التجهيز، واللي ذكروا أن الحالة نتاعو سيئة وانه يجب اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه لحين تعيد مكتب مراقبه مختص. انا عندي المراسله نقرا فيها لمعاينه البنايه لتحديد طرق الاصلاح ان امكن او هدم البنايه. بعد الدراسات ومعناها نتاع المستوصف اتضح ان المستوصف غير معناها غير قابل للاصلاح ولازم يلزم تجديده، نقولوا احنا تجديده. خرجت في الفتره ذيك في 2018 ديسمبر 2018 وقع كراء محل. عملية الكراء تكون على المحلات الموجودة وعلى المونطون اللي تحدوا الإدارة الجهوية لأملاك الدولة على حسب معناها المتعارف عليه. ربما ثم هو قالوا لي ثم محل آخر شافوه في 2018، لكن المعين الكراء اللي حددته إدارة أملاك الدولة ما السيد ما قبلوش وطلب أكثر، ربما المنزل نتاعو معناها القيمه نتاعو اكثر من هكايا. المعين هذا تاع الكراء وفر لنا كان معناها ما نجمنا نتواصلوا كان مع صاحب المحل هذا، وقع كراءه ووقع طلب عروض في 2019 افريل 2019 واوت 2020. سي سمير خلينا نقدم شوي اليوم يعني على المستوصف معناها المنطقه معناها سامحني في الكلمه الممول هو هي مشاريع التنميه المندمجه. وقع تحديد مع عند البيرو دو تي 364 ألف دينار، واخر طلب عروض كان بمبلغ قدره 421.924 دينار، قرابة 422 ألف دينار. ثم مراسلة من عند مصالح الولاية مع عند السيد ولي قبلي إلى السيد المدير العام للتنمية العامة للتنمية المندمجة حول معناها فتح اعتمادات لازمة لاستكمال المبلغ لكي يقع إسناد الأشغال لمقاول. هذه الوضعية هذه راهي ديما موجودة، انه يقع البيرو دي تيود المره الاولى يعطينا رقم معين، مخرج طلب العروض ما جاء، ما الساده المقاولين شاركوا، يبدا اكثر شويه تعاود المره الثانيه، وبعدين يقع فتح اعتمادات اللي ننتظروا بحول الله ان شاء الله. اول ما توقع يجينا ان شاء الله الاعتمادات هذه المضافه. معنى المشكله في فلوس سي سمير اليوم؟ نعم المشكله اليوم في الفلوس، ما زالت الفلوس لتو ما تثبتش، هذه المشكله. لا مش الفلوس ما زالت ما تثبتش، هي الفلوس اللي كانت مبرمجه حسب البيرو دوتيد منذ 2019 و2020 كما قلت لك 364 ألف دينار موجوده الفلوس.
لكن السادة المقاولين اللي نقولوا احنا لمون ديزون يعطى اقل رقم هو 422 الف دينار، ثم حكاية 60 الف دينار. وقعت مراسلة المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية عن طريق السيد الوالي لفتح اعتمادات إضافية، وإذا كان إن شاء الله جينا الاعتمادات الإضافية أكيد إن شاء الله تنطلق الأشغال في أقرب فرصة. يعني يا سي سمير، طول المستوصف الموجود يوفر في الخدمات الصحية للمرضى ومطابق لمواصفات الجودة حسب وزارة الصحة ولا؟ بالنسبة للكراء سيدة ثم مينيموم يجب يكون موجود في الفترة هذيك. ثم السيد مدير مجمع الصحة الأساسي اللي يرجع له المركز الصحي بالنظر، طبيب الدائرة في ذلك الوقت مشاو شافوا عينوا اللوكال، وكان كما قلت لك تقريبا اللوكال الوحيد اللي قبل انه الكراء على حسب ما حددته الإدارة الجوية لملك الدولة. الخطر ما عطتنيش تعليقك سي سمير على اللي سمعته من المواطنين بتاع الجرسين، هذاك علاش؟ حتى انت تسال وانا نجاوب مدام، مو بالسؤال مدام، فهمتي؟ تو احنا حكينا على هذا. بالنسبه للوضعيه الثانيه، عدم توفر الادويه اذا كان ماهيش متوفره في مركز صحه اساسيه راهي من المصدر. اذا كان معناها مش موجوده في الجرسين، راه من المؤكد مش موجوده في كل الاماكن. احنا نتبعها الوضعيه هذه، كان تم فرق في وجود الادويه، انفرق مع السيد مدير المجمع، ونجم نجاوبكم غدوه ولا يجاوبكم هو على الوضعيه هذه. اما بالنسبه للنقطه الثالثه، شنو هي السيد سالني سؤال ثالث؟ لحظه سي سمير، توفر الاطباء. شوف في المجمع كما بعض المؤسسات الصحيه ثم نقص عدد الاطباء عما كان موجود في سنه 2020، ثم برشا مغادرات، ثم سواء خارج البلاد سواء مشى القطاع الخاص. عدد العيادات الطبيه انخفض حاليا، ثم بكل تقريب شهر شهرين يجينا طبيب يحطوه في دائره صحيه. نشوف الوضعيه نتاع الجرسين مع السيد مدير المجمع، واذا كان ثم امكانيه في عياده ثانيه بحول الله تكون متوفره. بحول الله سي سمير، كيف ما كنت تتفضل، من 1 ديسمبر 2018 وقع كراء المستوصف المؤقت يعني البلاصه هذيك، ومن 2017 يعني قبلها تمت المعاينه نتاع الواحد نتاع السبيطار القديم. هل انه معناه حسب ما قلنا 364 الف دينار الميزانيه تثبت، كيف ما حكينا على توفر الاطباء الادويه الى غير ذلك، هل فما برنامج صيانه للمستوصف عن قريب يعني حسب ما نفهم؟ لا، هو المستوصف مدام هذاك المستوصف القديم اللي هو يا اما يتم ترميمه او هدمه. لا مدام، لا هو هذاك في 2017 وقتها المعاينه الاولى قالوا يشوفوا امكانيه ترميم او اعاده بناء. بعد ما معاينته وقع الاتفاق على اعاده بناء لانه غير قابل للترميم. اذا كان جاء ترميم فقط، راهي كانت الكلفه اقل، ربما اقل الكلفه، وراهو مشينا فيه توا حاليا اعاده بناء مركز الصحة الأساسي. هذا اللي سألته لك، هل فما برنامج إعادة بناء للمستوصف القديم أم لا؟ اللي كنت نقدم فيه هو إعادة بناء عندنا وقت معين. كلفة 364 ألف دينار اللي كانت مرصودة لإعادة بناء المستشفى، أقول إعادة تاية، إعادة بناء المستوصف، من معناها إعادة بناء، هادم وإعادة بناء. نحن اليوم في مرحلة الانتظار سي سمير. مرحلة انتظار، الناس كل انتظار من الجهة الصحية ينتظر، ننتظر احنا الإجابة من عند معناها بتوفير اعتمادات من عند السيد المدير العام المندوبية العامة للتنمية الجهوية. إذا كان ثم الإضافة بحول نجم تقول لنا وقتاش سي سمير كانت نجم تتفضل؟ والله يا سيدي باش النجم نطمنوا شوي أهالي الجرسين يعني. ربما نشوفوا مع مصالح الولاية اللي هم يتواصلوا معهم، لأنه عن طريق التنمية المندمجة، وبحول الله حتى مش وقتاش بالضبط سي سمير. هل مازال برشا؟ هل في العام الجديد مع حلول العام الجديد باش تعاودوا معناتها تشوفوا وتعاينوا الوضع وتلقوا لنا حل سريع؟ والله ان شاء الله اكيد حاجه كما هكا ما نجموش مثلا ما نجموش نقولوا راهي باش تصير تو ولا الشهر الجاي، نقولوا مثلا مع حلول العام الجديد فما امكانيه. لا مادام هي 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 مراسله، إذا كان ثم توفير اعتمادات الولاية تاع قبلي معناها يعطونا فيها لوكي، ما هو حسب البيدجي الموجود، إذا كان ثم الإمكانية إن شاء الله في أقرب فرصة. معناها اليوم بعد مقاول وقع الاتفاق على قبول العرض نتاعو. إن شاء الله كإدارة جهوية يعني قاعدين تعملوا في مجهودكم باش تراسلوا وباش نوصلوا، معناها يا إما نواصلوا الكراء لحد أنه يتم إعادة بناء المستوصف القديم، وإلا نبقوا نستنوا معناها.
حول الله اول ما جينا الاجابه كما قلت لك تم مراسله مع السيد الوالي معناها بعث السيد الوالي لانها تابعه للاعتمادات تبع التنميه المندمجه معناها تابعه مصالح الولايه اول ما جينا لوكيب حول الله اون نوتات باس لانطلاق الاشغال لانه الاتفاق مع المقاول موجود ان شاء الله. شكرا لك سي سمير مرزوق على التوضيحات. شكرا لكم. كل شكرا لكم. من فضلكم انتم ما طلبتوني نحب نزيد نقول كلمه. اليوم السابع للتلقيع الى حد الساعه 11 صباحا ولايه قبلي 843 مواطن تلقوا تلقيع سواء جرعه اولى سواء جرعه ثانيه سواء جرعه ثالثه. المرسوم الرئاسي في 22 ديسمبر يدخل حي التنفيذ. نطلب من الساده المواطنين انهم يتواصلوا كثافه من هنا للساعه الرابعه مساء على حمله التلقيح او اللي ما ينجمش اليوم في المراكز المفتوحه الصحه الاساسيه اللي قرابه 35 منتصر على كامل الولايه يكملوا ونزيد نضيف اللي يعمل جرعه واحده راهي غير كافيه. واضح جرعه واحده غير كافيه وانه التلقيح صحيح اختياري بالنسبه للشخص لكن راك باش تحمي نفسك وباش تحمي المجموعه وباش تحمي عائلتك. لذلك رجاء نتموا التلقيح نتاعنا. شكرا لكم. شكرا لك سي سمير وذايا شكر منا احنا في برنامج امور تهمنا للاطار الطبي والشبه طبي على المجهودات اللي قاعدين يقوموا فيها في تو في وقتنا في الكورونا. كان ذايا كل ما الموضوع على مستوصف الجرسين ومتابعه الاجراءات الترميم ان شاء الله هنشوفوا حل في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي. طمنا هو شوي في المراسله وفي الفلوس. نخرج فاصل غنائي ونرجع لكم.
برنامج شهري في صحافة الشأن العام نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. في حلقتنا الخامسة نهار لحد 21 نوفمبر 2021، باش نشوف وضعية مستوصف الجرسين بقبلي ومتابعة لأسباب تأخر الانطلاق في بناء المستوصف الجديد، باش نحكو كذلك على الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز ومدى جاهزية البنية التحتية لمدينة دوز لاستقبال المهرجان. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق وجد حويتة ورانيا بن نور. رجعنا معكم مستمعينا على موجات راديو نفزاوة موجات 100.9 ولا على صفحة الويب راديو نفزاوة .net. نجموا زي تتابعوا اللايف على صفحة مبادرة مناظرة في برنامج أمور تهمنا. بعد ما حكينا على وضعية مستوصف الجرسين عندنا موضوع يخص مهرجان دوز الدولي اللي يستنوا فيه الناس الكل. صبرا كان تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا. صحيح وجدي، كما قلت الناس الكل تستنى في مهرجان السنة، فباش نحكي اليوم على الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز اللي تم تحديده من 23 إلى 26 ديسمبر، باش نشوفوا الاستعدادات والتحضيرات والظروف العامة وتقييمها. كل هذا باش نناقشوا فيه مع ضيفنا رئيس بلدية دوز عسلان سي بلقاس. عسلان مرحبا بكم. مرحبا، نشكرك نفزاوة، مرحبا بكم جميعا. يعيشك سي بلقاسم، نشكرك على الحضور معنا. سي بلقاسم، خرجنا وسألنا بعض المواطنين عن طباعاتهم المهرجان السني، فخليك معنا وهي نسمعهم مع بعضنا. مهرجان دوز الدولي مش مجرد مهرجان بالنسبة لنا حنيفة قبلي، هو سورس متاع ترهيد للناس ومورد رزق لبرش عبيد. برش عبيد تستنى فيه باش تخرج البرودوي متاعهم ومنتجاتهم متاع كل عام، باش يفرحوا أهل البلاد والزوار الجايين من البرة زادة. أما كسمعنا سنية اللي هو فما احتمال اللي هو يلغوه، بصراحة العباد كل حزن. دي ما نمشي نترنا في ساحة حنيش ونعمل في أنشطة بتاع على المدارج، نطلع ونوفط ثم مشكلية كبيرة اسمها الحديد بتاع المدارج متهري طيب، وثم كوش كبيرة تحت المدارج طايحة فيها ياسر منها هوايش، منها هوايش اللي اخترعت على الناس اللي باش تقعد فوق منها، لكن لازم حل جي ام في سبب بسرعة منها. حكاية المدارج هذه أرواح الناس راهي ماهيش لعبة، هما نورمالمون بعد ما برنامج المهرجان والكل أول حاجة ينظروا لها هي المدارج. انتظار المهرجان دوز معنا الفاجعة هذه اللي المدارج متاع مهرجان دوز في أيل السقوط، أو فما منعش إسكي هي إشاعة وإلا حاجة صحيحة. كان حاجة صحيحة هي معناها نصور التهاون من السلطات والبلدية خاصة، وكان حقك إشاعة هي صورة سيئة على الجهة وعلى مهرجان دوز عموما. حكاية المدارج لكونها باش تطيح وكل هي الفزة هذه عندها 5 سنين، كانوا ينجموا يصلحوه من قبل. يعني إحنا عندنا تو عامين من الكورونا والدنيا حابسة وكانت الناس في ستريس، كانوا ينجموا يصلحوه قبل لأنه هو معناها حاجة للتفرهيد وتبديل الجو. إذن كنا نسمع مع بعضنا في آراء مواطنين حول وضعية حول المهرجان الدولي للصحراء بدوز. سي بلقاس مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بكم ومع كل المواطنين اللي دخلوا تو بالنسبه لل يعيشك. قبل هذا سي بلقاسم، احنا اليوم بعد غياب طويل جينا الدوره 53 تحت شعار سحر الصحراء وعبق التراث بعد غسره كورونا وكل المشاكل، كان تعطينا صوره اكبر على المهرجان البروتوكول وكل استعداداتكم للدوره. باهي، مرحبا بكم، مرحبا بكل المواطنين كما قلت واراهم مشكورين، لكن معناها نصور أنا فيها بعض من المبالغة. أنا سمعت من الدخلة الأولى تحكي على تأجيل الدورة، لا بالنسبة للبنية التحتية أو الاستعدادات البلدية للمهرجان نحن على تم الاستعداد، تبقى حاجة بركة ممكن الجانب المادي هذاك جانب التمويل بالنسبة لوزارات السياحة والثقافة ممكن ما زال فيه شوية تأخير، ولكن إن شاء الله بحول الله ما متعودين أن ديما حتى ولو ثم شوية تأخير لكن ديما إن شاء الله بحول الله تحضر الأمور. نرجع للبنية التحتية، احنا كبلدية معناها بدينا الاستعدادات بتنظيف الطرقات ودهنان الأرصفة الكل والبردورات، الاستعدادات كذلك للزينة، اقتنينا مواد الزينة من علامات وما إلى ذلك واللافتات، معناها كل الحاضرين إن شاء الله حاضرة. كذلك عندنا استعدادات للحواجز، عندنا ديما نقص نقتنوه من بلديات صديقة كما بلدية صفاقس أو بلدية مدنين، ديما معناها إحنا نعطوهم ويعطونا بالنسبة للحواجز.
بالنسبة هذا هي الاستعداد الجسدي. نرجع للنقطة المهمة اللي أركز على الأخوة بالنسبة للمدارج. باهي يا سي بالقاسم سامحني نتصور عندك دراية بحالة البنية التحتية للمدارج واللي هي هاني باش نحكي بها للمدارج الوضعية الصحية للمدارج. جبنا إكسبير اللي هو معناها مختص في لأن الرؤية بالعين معناها كل الناس كل نشوفه ونقول حق ممكن فيها خطر ولا ما فيهاش تقييمات متفاوتة لكن جبنا إنسان مختص اللي هو معناها عملنا أبال دوفر اللي طلب عروض للمكتب هذا طاحت المناقصة على السيد المكتب هذا من اللي هو ماد كنترول وجي وعمل الزيارة الميدانية متاعه وعطانا الرأي متاعه ولو أن أورالمون مازال الكتابي مجاش إلا أن عملنا جلسة أخيرة يوم الجمعة الفارط مع السيد الوالي والسلطة الأمنية بخصوص الوضعية متاع المدارج. الوضعية متاع المدارج عندنا عن المدارج الأخرين الكل صالحين ما عدا الزوز المدارج اللي واحدة على اليمين واحدة على اليسار من المنصة. بالنسبة للتقرير متاع البيرو دو كنترول يقول أنهم راهم معناه يستغلوا في شطر بركة الأول الشطر الثاني فيه الخطر على المواطنين. اتفقنا أن باش نعملوا علامات أو لافتات إشهارية للمهرجان في المدارج ونكسروا من الكراسي قدام المدارج معناها نوسعوا في المساحة الأرضية اللي تستغل بالنسبة للكراسي. أما ما ثمش حتى خطر على المواطنين ما نشتنا نعمل حتى يعني حاجة يعني سي بالقاسم المدارج اللي على اليمين وعلى اليسار من المنصة لن تستعمل في دورة السنين. هذا اتفاقنا مع السيد الوالي آخر مرة اللي هو عشيت الجمعة اللي فاتت أن معناها اللي إحساسنا بالخطر ولا الواحد معناها ما يخليش معناها الريسكي بقوله حتى ولو 1% ولا مع أن رأي الخبير قال تستعمل النصف الأسفل للمدارج عادي النصف الأعلى في خطر ما يستعملش. احنا قلنا ما سالش معناها ما نتفادوا الريسك معنا اللي قد الياسر قد شوي كيف أقول معناها حبينا أنها نحوم الكل في مرة واحدة نعملوا فيهم لفتات أو علامات ونعملوا كراسي ونوسعوا في المساحة قدام. نرجع للنقطة متاع اللي معناها ديما الحق يوضح فيها المواطنين. سمعت من أحد المتدخلين أن احنا كنا في عامين كورونا وما نقدوش. احنا كبلدية باش نحكي بواضح لأن المسؤوليات تو سمعت حتى يكون شخص معناها يوجه ديركت المسؤولية للبلدية. أراو المدارج إذا كان باش تهدم وتتعاود راي البلدية غير قادرة هذا بوضوح غير قادرة على التمويل بالقدرة هذه. احنا منا في ملف وبكامل ملف متاع مليارات راه مش ملف متاع ملايين. خلينا نكمل فكرة وبعثناه أعطيناه للوزارات سواء كان السياحة سواء كان الثقافة على أساس أنهم باش ندبروا ممول لأنهم راه ضرب مليارات غير البلدية غير قادرة على المليارات باش تعوض المدارج. ولكن الفكرة الأخرى متاعنا هدم واستنى لا احنا عندنا هذه الفكرة معينة واضحة عندي أن راه ما نقدوا نهدموا المدارج إلا إذا كان يعني بالتمويل حاضر وكذلك وقعت كل الإجراءات نتاع البناء لابال دوفر والمقاول وكذا. إذا كان غدوة باش نشرعوا في البناء نقدر نهدمه أما باش نهدم ونبقى ننتظر راه هو تسويق للصورة مش باهي أن يكون المدارس طايحين وإحنا عاملين المهرجان صحيح يعني سيب القاسم سامحني لا نقطة أخرى خلينا نركز عليها. أنا سمعت أحد المواطنين يحكي على أن كنا في عامين كورونا. بالعكس عامين كورونا هذا كان عامل سلبي للمهرجان بالعكس حتى الأسواق أغلقت حتى المدارس أغلقت وما بالك معناها ما عندناش ميزانيات باش تعمل المدارج باش نقولوا أن عندنا عامين ما عملنا فيهم حتى شيء. بالعكس عامين الكورونا بالعكس يعني ميزانيات أقل من هذه حالة غير عادية. يعني سيب القاسم اليوم سامحني واجدي أن البلدية في إهاب الاستعداد وليها تحافظ على سلامة زوارنا الكل في دوز ولي المدارج لن تستعمل حتى صفحاتنا ما يلزمش تروج الفكرة أن المدارج غير حاضرة. بالعكس وراح يعني بلدية دوز مشكور سيب القاسم على المجهودات. نكمل الفكرة حاضرين ولن يقع بحول الله أي خطر على المواطنين أو الزوار وإحنا كمستعدين كنظافة كدهن كمواد الزينة كل حاضر البلدية واضح الأخوة في هيئة المهرجان حاضرين. البرنامج تاعهم ممتاز جدا ومن هذا المنبر الإعلامي نعاودوا ننادوا كل ضيوفنا إلى المهرجان. مهرجان بفقراته بجميع فقراته ممتاز جدا
وان شاء الله بحول الله. عندي سؤال اخر سي بالقاسم بخصوص المدارج على محضر المعاينه اللي عملوه الحمايه المدنيه في دوز، يعني اتاكدنا انت محضر المعاينه هذا، لكن البلديه قامت وهي في اهب الاستعداد بان بلديه دوز السنه برئاسه سي بالقاسم بن حامد انهم باش يلغوا استعمال المدارج اللي على اليمين وعلى اليسار المنصه، ومرحبا بالناس الكل والبلديه اللي هي باش تقوم سلامه، يعني تتحمل مسؤوليه سلامه الزائرين. صحيح الأخوة في الحماية مدونا بالدراسة متاعهم، ولا أنهم ما همش فنيين في الأمور هذه، لكن عندهم مناعية يشعروا بالخطر، مدونا بدراسة، عملنا معهم جلسة المرة فات مع السيد الوالي مع الأمن والحماية ومع السيد الوالي على أساس أن باش تلغى المدارج، لكن المساحة باش تتوسع قدام من على كثر من الكراسي، معناها بحول الله قادرين على استيعاب العدد، ولو أن السنين ما انتظر أنه بيكون عدد كبير بعد عامين كورونا والناس متعطشة للمهرجانات ومتعطشة إلى زيارة مدينة دوز والمهرجان الدول الصحراء بدوز وهو عنده سمعة كبيرة ياسر، منتظرين عدد كبير، وبحول الله طاقة استيعاب كحاضرين وكبلدية وكبلاد كاملة حاضرة، وإن شاء الله بحول الله مكون كان خير الناس كل. سي بالقاسم إن شاء الله بحول الله نشوفوا حلة سمحة للمهرجان أضايا ما لا فيه شك، لكن سي بالقاسم كما قلت انت بعد الكورونا والعباد باش تجي بكميات اكثر ان شاء الله نشوف العباد اكثر من قبل، لكن اليوم باش يتعدى المهرجان هذا وباش نحاولوا نستغلوا نسكروا اليمين ونسكروا اليسار ونكبروا في الكراسي باش نعملوا الحلول الوقتيه معناه، لكن وقتاش نشوفوا حل جذري لموضوع المدارج هذا؟ راهي المدارج راهي تنجم تعمل غدوه كارثه، راهو كان تتعبى العباد كان ما تاخذش العباد الراي وتطلع الفوق في المدارج، انت قلت نجم نستغلوا من اللوطه معناه، لكن الفوق كانت تعاود تطلع العباد وكانت اكثر معناه ما نحاولوش ما نجموش نسيطروا على كل بعد ذيك الكل، إلا لا قدر الله تصير كارثة. اليوم وقتاش نجم نشوفوا حل جذري للمهرجان، خاطر راهو مهرجان دوز مهرجان هو أكبر من 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 معناها من المشاكل هذه، ولازم يكون ديما في حلته خاطر مهم ياسر للبلاد الكل. السؤال هو فيه جزء أجزاء، نجاوب على الجزء الأول اللي هو خاص بالدورة هذه، أنتم خفتوا معناها أن الناس تطلع للمدارج الفوق ولو أنها ممنوع الاستعمال فيها، هذا يتفهمنا مع الأخوة في الأمن، وكذلك ثم لجنة أمنية خاصة بالدائرة بالهيئة المهرجان أن بحول الله باش نأمنوا عدم طلوع المواطنين للبلاصة ذيك، وكذلك كما قلت لك تنعملوا فيها علامات كبار أو علامات إشهارية كبيرة. بالنسبة للما بعد المهرجان أنا لا جوبت عليهم بكري، قلت لكم رأي قدوة رأس البلدية غير قادر على أنها باش نعملوا مشروع متاع مليارات، إحنا حنا الملف حاضر بعثناه للوزارات، ولكن هذه معناها الكورة عند الوزارات، إذا يعني كان الوزارة قادرة عند الوزارة، إذا كان الوزارة قادرة وتقول معناها باش نمول المشروع هذا وتحط اعتمادات، احنا مستعدين وقت اللي يحضر الـ كما قلت بعد عرض الطلب بالعروض والمقاول، مستعدين وقت نهدمه وننطلقه في الأشغال. أما راهو كبلدية بوضوح كقدرات بلدية هذا أكبر من قدرات البلدية، وأنتم تعرفوا أن المهرجان راهو بالنسبة للبلدية ما ليس لها مدخول، ما عدا فقط أن تدخل المواطنين تحققوا كما قلت الأخوة من بكري أنا يبيعوا كل منتوجهم سواء تمور سواء كانت طبقة سواء المعارض، معناها يتحرك تسمى دورة كبيرة، إلا أن كبلدية وأقولها وعيمة أقول أن ما يدخلنا منها حتى مليم بالنسبة للمهرجان، حتى مليم، لأن ما عارفين الجمهور المدال اللي يدخل بلاش الحفلات يهزوها المطربين، إحنا ما عندنا حتى مليم، لأن إحنا قايمين بواجبنا، ولكن قاعدين نطالب في الوزارات إن شاء الله بحول الله نلقوا دعم للمدارج، أما راهو مش من مسؤولية البلدية أنا باش من البلدية. إذا سي بالقاسم اليوم من المنبر هذا نطمن المواطنين اللي فما لجنة أمنية خاصة تمنع طلوع المواطنين للمدارج هذيك، وفما استعدادات كاملة وواضحة لأنه ما يصيرش حتى خطر على سلامة الزائرين. من هذا بحول الله بحول الله مؤمن 100% إن شاء الله إن شاء الله. زيد ذكرنا بالتوقيت نتاع المهرجان وخلي نعملوا له إشهار من المنبر هذا باش نزيدوا العباد تجينا من برا ونعرفوا المهرجان تجينا من كل العالم ماهوش من تونس فقط. سي بالقاسم طبعا كما قلت يلزم كوسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ان تعمل اشهار للمهرجان رغم اللي هو مش ناقص اشهار، لكن على الاقل اشهار للموعد نتاعه بالضبط، الناس تو قاعدين يتسالوا على الموعد، هو ينطلق يوم 23 الى 26 جميع فقراته، ومن بين الفقرات المهمه اللي هي السمور يوم 25 للسبت ليله الاحد، هذه مختاره حتى كموعد لان احنا موظفين يخدموا جمعه ولا خميس، لكن نهارها السبت معناها يكون الناس متفاضيه، معناها هذه سهريه ممتازه جدا كما يقولوا الجماهير لا تتفاعلوا الا مع تراث، هذه سهريه بتاع تراث
نتاع تراث الجنوب، تراث المرازيق بصفه خاصه، هذه اسارية ممتازه جدا، وجميع الفقرات ممتازه، من عكاظيه، من عروض في المسافه ساعه تحنيش. بحول الله امنين، وان شاء الله بحول الله الله الامن تكون الامور كلها ممتازه جدا ان شاء الله. شكرا لك سي بلقاسم على حضورك معنا. باهي ياسر، اليوم كي لقينا وصلنا اخيرا لحل باش نكملوا مهرجاننا في احسن حلته ونطمنوا العباد اليوم. شكرا لك سي بلقاسم رئيس بلديه دوز. نخرجوا فصل غنائي ونرجع لكم. We'll be right back.
برنامج شهري في صحافة الشأن العام نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. في حلقتنا الخامسة نهار لحد 21 نوفمبر 2021، باش نشوف وضعية مستوصف الجرسين بقبلي ومتابعة لأسباب تأخر الانطلاق في بناء المستوصف الجديد، باش نحكو كذلك على الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز ومدى جاهزية البنية التحتية لمدينة دوز لاستقبال المهرجان. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق وجدي حويتة ورانيا بن نور. رجعنا معكم مستمعين على موجات راديو نفزاوة 100.9 وعلى صفحة الويب راديو نفزاوة.net. تنجموا زادة تابعوا اللايف على صفحة مبادرة مناظرة في برنامج أمور تهمنا. كالعادة باش نحكوا على صورة الشهر، هي الفقر الأمتع نجموا نحكوا فيها بالبي. صورة الشهر كان نزيدوا العبيد تبع فيها على صفحتنا في راديو نفزاوة، نزيدوا نفسروا للعبيد. شاب من شباب ولاية قبلي يخدم في برويطة نتاع ساندويتشات، معناها هذيك كل كيما يعمل النصبة الصغيرة، عامل تصويرة ملصقها في البرويطة نتاعها كاتب عليها الكريدي لا راني باش نحرق. إذن هذا هو كيفاش يختار أنه يسترزق كما أي شيء، معناها يحاول باش يلقط معناها قوت يومه وكل شيء. لكن اللي شد الانتباه العبيد البلاكة هذيك، إسكو اليوم هو بالرسمي معناها يلم في 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 حق الحرقة عن طريق الخدمة هذيك، وإلا يعني كان هو أكثر في الأخر هي هروب من الكريتي. هو الطريقة متاع باش رايكم نقروا شوية كومنتارات. فما عمر قال تسيبوه الراجل تما هو نحها وجه الحاكم، مش تحبوا آخر سيبوا العباد يصبب. يا أخي وجه الحاكم معناه هو جه الحاكم بعد ما جه الحاكم هنا تصور معناه انت انسان لازاي يخدم لازاي يحاول ملقاش خدمة لازاها معناها ملقاه هذيك كان مريقا نشوف وفي الاخر يهز الحاكم علاش الخطر اشهار هي ما تصورش وهي حرية تعبير هو معناها لهالدرجة معناها حاب تحكيها هذيك هي حرية تعبير في الاخر وميساج حاب يوصله وكهو سما زاد عادل قال راجعوا حساباتكم الحرقة مش حل ومش مستقبل خاصة للي عمرها أكثر من 40 سنة وإلا متزوج وما يحس بالجمر كان اللي عكس عليها معناتها هذا راني فما ناس متزوجة وفيتها 40 عام وتخلص مارها وتحرق أكيد جدا أكيد جدا فما راي يضطروا الظروف هي اللي بدأت معناها خويا ما نشجعوش على الحرقه اكيد اما الحرقه تولت مائل للجميع. فما تعليق اخر على فاز جه الحاكم، فما نديم برهيمي يقول انا هي صوره اليوم يا ولدي درى الراجل باش تعملوه ما هو جه الحاكم ونحاها له التصويره خلوا الراجل يخدم كان حاجتكم باش تعاونوه يعني الحاكم جي ونحى التصويره نتاع راني اللي باش نحرق هو شوف هو من المنبر هذا احنا اليوم حكينا على التصويره كان تشجيع للشاب هذا وماذا بينا يخدم على روحه ولا وان شاء الله ربي يعينه البلاصه نتاعها معروفه راهو انسان نظيف خدمته باهيه ساندويتشات رام طيارة على الاخر وكليت منهم الناس كل مثلا نشجعوا على باش تمشوا اكيد يا وجدي اليوم احنا في قبل حشتنا يعني اليوم حكينا على التصويره هذه كان باش معناها نسلطوا الضوء على السيده ضاي وخلي العباد تخليه تخدم مرتاح ورايد هي راي هو اختار باش معناها باش يعبر بالطريقه هذيك وراي دارت زاده شفتها في بلايص اخرى في تونس عباد تبعاتها وعملت نفس الحاجه معناها اليوم رانا نشجعوا فيه ان شاء الله ربي يعينها هو فقط حب يوصل المساج لاكثر واقل وحنا في قبلي نفتقر ان نعاونوا بعضنا وندزوا بعضنا لقدام الشاب هذا يحب يسترزق دونك نعاونوه لاكثر لا اقل الرجل هذا ما لقاش كيفاش يلم حق الحرقه عمل برويطه هو هو يعني نجم يكون يفادلك نجم يكون مساج ماهوش الحرقه المهم الهروب من الكريدي اللي هو يعطي الصحه ان شاء الله ربي يعينه ان شاء الله ربي معك في الختام شكرا على الاستماع والمتابعه وشكرا على تفاعلاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي اللايف تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه على صفحه اذاعتنا ولا على صفحه مبادره مناظره ما تنسوش الموعد الشهري مع امور تهمنا للبودكاست نهار السبت 27 نوفمبر على صفحه مبادره مناظره المره هذه باش نحكوا على العنف داخل المؤسسات التربويه شكرا لكم صديقتي شكرا لك وجدي ورانيا شكرا وجدي ان شاء الله الحلقه الجايه ثالث احد من شهر ديسمبر ان شاء الله ما
مشاكل المواطنين ونقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي في حلقتنا الخامسة نهار لحد 21 نوفمبر 2021، باش نشوف وضعية مستوصف الجرسين بقبلي ومتابعة لأسباب تأخر الانطلاق في بناء المستوصف الجديد، باش نحكو كذلك على الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز ومدى جاهزية البنية التحتية لمدينة دوز لاستقبال المهرجان. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، وجد حويتة، ورانيا بن نور.